معلقة من المكون بتاعنا ده علاج وحل لكل مشاكل الانتاج. الحمام مش هيبطل، الحمام مش هيبطل بيض لو الحمام عندك مش بيبيض، او بيبيض بيضة واحدة، او بيض، او بيبيض بيض برشت. المكون ده حل الجميع، حل لكل مشاكل البيض في الحمام ومعظم انواع الطيور. هنشوف الفيديو ده ومعدتش هتلاقي عندك مشكلة بعد كده في بيض الحمام. يلا معانا تعال نشوف الفيديو. ايه المكون معانا؟ المكون السحري ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام، معاكم اخوكم مصطفى. ازيكم؟ وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحمام مش هيبطل عندك انتاج، الحمام مش هيبطل عندك بيض ان شاء الله. طبعا كلنا عارفين ان الحمام بيعتمد في الانتاج على الكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم والصوديوم، وطبعا المكونات دي كلها بنقدمها للحمام في التحديق بتاعنا، اللي هو اللي انتوا عارفينه ده، المكون من الصدف والرمل وهدد المباني. طبعا كلنا عارفين التحديق اللي انا عملته في فيديوهات كتير، هسيب لكم رابط فيديو بتاع مكونات التحديق، وفي منه التحديق الجاهز ده التحديق بالنسبه للبلدي اللي احنا بنشتريه كده سايب، لكن ده التحديق اللي هو بنشتريه اكياس، على هيئه اكياس زي كده. لكن النهارده معانا مكون تاني خالص، ده احنا بنقول دي المكونات اللي احنا كنا بنحطها ده بالتحديق، لكن النهارده معانا مكون جديد اول مره نقول عليه في القناة، اللي هو المكون ده. ليه احنا قلنا المكون ده، جبنا المكون ده؟ ممكن يكون التحديق غير كافي للحمام، ممكن تكون بتعمل كل ده وبرضو الحمام عندك مش شغال كويس، او بيبيض بيضة واحدة، او بيتأخر على ما يبيض. طبعا احنا دايما عايزين المزيد من الانتاج، فاحنا ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن منتج جديد. هو من اهم المنتجات، اهم المنتجات اللي هتخلي الحمام عندك ما يبطلش بيض عندك بشكل نهائي، طبعا ده المكون بتاعنا اللي هو الكيس ده. كيس زي ده ثمنه 20 جنيه، كيلو كيس ده كيلو ثمنه 20 جنيه، يعني الكيس ده ممكن يكفيني 6 شهور بالنسبة للحمام اللي عندي، ممكن يكفيني 6 شهور. المكون ده امن جدا للحمام، غير ضار للحمام. المكون ده اساسا بيستخدم للحيوانات الكبيرة، الكيس ده بيضاف للحيوانات الكبيرة على 5 كيلو علف، ده بالنسبة لنص كيلو، لكن اللي معانا الكيلو ده بيضاف على 10 كيلو للابقار يعني البهايم عموما، بيضاف على، لو هو كيلو زي ده بيضاف على 10 كيلو علف، يعني ان هو امن تماما. احنا طبعا بنضيف على قد جرعات للحمام. ايه اهميته؟ بيساعد على التخصيب عند الذكور للحيوانات او للطيور عموما، واحنا خاصة بالنسبة لنا الحمام بالنسبة لنا دلوقتي. وكمان بيساعد على تكوين العظام عند الزغاليل، ايضا بيساعد على زيادة الانتاج من البيض في كل الطيور عموما، وبيحسن من شكل وحجم البيضة. المكون ده يعني هتلاقي عندك بعد ما تاتي المكون ده هتلاقي عندك بيض كتير، بيض كبير، لو كانت حجم البيضة صغيرة الحجم البيضة هيكبر، هتلاقي بيض مخصب بعد المكان بيض فارغ، هتلاقي بيض مخصب، هتلاقي بيض باستمرار. يعني تأكد ان الحمام عندك هيتحسن ويزيد الانتاج جدا جدا جدا، يعني مش هتلاحق بيع زغليل. المنتج بتاعنا هو ثنائي فوسفات الصوديوم، اسمه ثنائي فوسفات الصوديوم. طريقة الاستخدام هنشوف مع بعض طريقة الاستخدام. هو أول حاجة ممكن نضاف للأكل بتاع الحمام، وممكن للمية. هقول لك دي وهقول لك دي، وهنتكلم إيه ليه الأحسن إن أنت تضيفه للأكل. هنتكلم المنتج لو هتضيفه للمية يبقى معلقة صغيرة، نص دي نص أو نص معلقة كبيرة زي كده على لتر مية، تمام؟ بس لو انت هتضيفه على المية يبقى انت كده ايه، مش هتعرف تعطي الادوية بتاعتك اللي انت هتعطيها دايما باستمرار. لو انت متعود على ادوية وقائية او اعشاب بتضيفها للمية بجدول وقائي كل شهر، يبقى الجدول هيختل معاك.
فاحنا مش عايزينك تغير الجدول بتاعك، زي ما انت شغال على الجدول بتاعك هنبقى نضيفه للاكل. طب ليه هنضيفه للاكل؟ عشان نضيفه بشكل يومي. طبعا هو شكله شكل بالظبط شكل الملح، زي الملح الخشن بالظبط. احنا معانا هنوريكم بالظبط الملح الخشن اللي بنجيبه من معمل الجبنة. ده الملح الخشن اللي احنا بنضيفه على التحديق بتاعنا، اهو التحديق بتاعنا احنا كنا بنضيفه كده والحمام ياكل منه على التحديق كده، الحمام بيحبه جدا جدا، يقبل عليه جدا زي ما هيحب بالظبط المكون بتاعنا ده، لان الفوسفات ده معدن بيكون محتاجه الحمام زي كل المعادن اللي بيحتاجها الحمام والطيور عموما، يعني فوسفات وصوديوم وفسفور اللي بيحسن انتاج الحمام وبيحسن التخصيب عند الذكور ويزيد البيض عند النتايه. الجرعه عند على الاكل معلقتين كبار زي كده، معلقتين كبار على 5 كيلو كلفه او علف زي ما بتقول، او اكل الحمام عموما اللي انت بتاكله، معلقتين كبار على 5 كيلو. الافضل انك تجيب كمية الاكل كبيرة وتضيف عليها ثنائي فوسفات الصوديوم. ليه بتجيب كمية اكل كبيرة؟ علشان الاكل يمتص الثنائي فوسفات الصوديوم ويمتزج بالاكل اطول فترة ممكنة، يعني لما يقعد عندك هيمتص ثنائي فوسفات الصوديوم ويكون افضل للحمام اللي انت يكون مضاف للاكل كل يوم الحمام ياكل منه. ولو ما امتزجش وهو لسه فيه حب كده محبب زي كده، الحباية بتاعته زي كده، الحمام هياكلها عادي ما تقلقش من اي حاجة، امن امن جدا على الحمام. يبقى الحمام هياكل ثنائي فوسفات الصوديوم بالظبط زي ما بياكل الملح. يبقى ده هيبقى مضاف للاكل يوميا زي ما بنضيف التحديق، زي ما كنا بنقدم التحديق يوميا للحمام، ما يتشالش من قدام الحمام، ده برضو هيتضاف على اكل الحمام، يكون مخلوط طبيعي باكل الحمام. تعال نشوف هنعمله ازاي، لو هتحط على المية ازاي ولو هتضيفه على الاكل ازاي. تعال اول نشوف المية. بالنسبة للمية هنحط لو معانا مسقة زي كده، دي نقول عليها 1 لتر، يبقى هتحط نص المعلقة دي وتدوبها بالظبط كده، او معلقة صغيرة، نص معلقة كبيرة او معلقة صغيرة، وتضيف عليها المية وتقدمها للحمام. طيب تعال نشوف هنحط ازاي على اكل الحمام. لو معانا كمية 5 كيلو هنعمل فيها ايه؟ زي ما قلنا الخمسة كيلو هنحط عليهم معلقتين كبار. تعال نشوف هنعملهم ازاي. معايا الكمية دي حوالي تقريبا 5 كيلو، يبقى عليهم معلقتين بالظبط زي دي، ادي معلقة، ونحط كمان معلقة ونقلبهم جيدا، وتقدم منهم كل يوم. والافضل لو انت هتشتري شكارة علف من ده او شكارة كلفة تضيف عليها، احسبها بقى كل 5 كيلو عليهم معلقتين، يعني الشكارة بتاعت كلفة الحمام اللي هي 25 هيبقى عليها 10 معالق من دي، 25 كيلو عليهم 10 معالق من دي، تمام. هنضيف المعلقتين ونقلبهم جيدا كده، يكونوا جاهزين، قدمه بعد كده للحمام ونقول له بالهنا والشفا وجايل ان شاء الله. تعال نشوف اهو ناكل الحمام، اهو الحمام بسم الله ما شاء الله، الحمام جعان. لو فيها اي حباية هياكلها قبل ما هياكل الاكل، هياكل الحباية اللي هي ثنائي فوسفات الصوديوم كده. نقول للحمام بالهنا والشفا وان شاء الله بيحسن من صحة الحمام جدا جدا جدا. امن على الحمام، ما تخافش منه، حتى لو زاد منك ما فيش منه اي مشكلة. بالنسبة الافضل ان انت بتقدمه على كلفة الحمام، هيزود البيض جدا جدا، هيحسن من صحة الحمام، هيحسن من قشرة البيضة، مش هيخلي قشرة البيض برشت، مش هيخلي الحمام يبيض بيضة واحدة، الحمام هيبيض البطين، هيسرع ما بين الفترات ما بين العش والعش، هيسرع منها،
هيحسن كمان صحة الزغاليل، هتلاقي عندك زغاليل بسم الله ما شاء الله، قول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هتلاحظ في فرق عندك في الحمام وفي الزغاليل. أرجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.